بونجور بونجور، كيفنا اليوم؟ اليوم رح اعمل انا وياكم اطيب هوم ميد تشيكن ناجتس. عم بعملها معكم اليوم لفرجيكم قديش سهله وسريعه وهينه وطيبه كثير. خليكم معي. اوكي، سو مثل ما شفتوا حطينا كل الانجريدينتس هلا هون. حطيت تقريبا انا 800 جرام، يعني فيكم تحطوا تقريبا للكيلو دجاج مفروم، بيضة، كمشة جبنة، أي نوع جبنة بتحبوه، مبروش كمان حطيت جوا، شوية ملح، شوية بهار، herbs, any kind of herbs that you like. في mixes of herbs، أنا حطيت أوريغانو، بيضة قلنا، أربع معالق أو ربع كباية 1/4 of a cup البريد كرامز مشان لتمسك كمان على بعضها. وشو بعد حطيت؟ شوية كاتشب وشوية ماسترد، هذا اختياري، ما بكون حطوا كاتشب. أنا عادة بعمل كاتشب أنا بالبيت بيكون هوم ميد، بس ما بقى عندي، فاستعملنا الكاتشب تبع السوق وماسترد، أوكي؟ بنخلطهم كلهم مع بعض ونرجع بنكمل. سو مثل ما شفتوا هون خلطت كل شيء مع بعضه، صار عندي عجينة الدجاج. فينا نخلط هذا الشيء بفود بروسيسور إذا عندكم، بس مش ضروري، أوكي؟ حضرت صحن فيه طحين، صحن فيه بيضتين مخفوقين مع شوية ملح، وعندي كتير كورن فليكس. بقلت بدل ما لتهم ببريد كرامز رح لتهم آخر شي بالكورن فليكس. بنرجع بنحطهم على صينية في عليها بيكنج بيبر، بنرش عليهم شوية أويل إذا حبينا وبنفوتهم على الفرن، وإذا حبيتوا تقلوهم بنحطهم شوية بالبراد أو بالفريزر ليجمدوا. بنرجع بنشيل دغري من الفريزر، شي 10 مينتس بالفريزر، بنشيل دغري دغري على مقلاية مفروض يكون الزيت سخن. ما تسألوني كثير عن القلي لأنه أنا I'm not into frying, I am more into baking. سو رح بلش منشيل قد ما بدنا نكبرها، قد ما بدنا نصغرها. We make it flat. أنا بعملهم مدورين أو بالطول عادة، أوكي؟ منلت بالطحين مثل ما شايفين. We make sure it's coated well من الميلتين وعلى الجناب. شو في اكسترا منشيله على البيض. left and right، من فوق ومن تحت كمان. شو في اكسترا منشيله، نرجع بالكورن فليكس تبعنا، حطوا بايدكم كمان وكبسوهم شوي تو ميك شور انه يضلن عليا ما يوقعوا. اوكي، this is my first one، مبين عليكم مفروض. اوكي، وانا حاطه صينيه حده، حطهم على الصينيه ومنكمل. هذا الدجاج صار عندي جاهز، مش مثل ما شايفين حطيته على صينية كبيرة، وهذا بيكنج بيبر هون راح يفوتوا على الفرن درجة الحرارة 180، اوريدي محميته أنا للفرن. الرف بالوسط فينا نرش عليهم رشة زيت قبل ما نفوتهم على الفرن، وفينا ما نرش. بياخذوا تقريبا 20 دقيقة أقل شوي أكثر شوي، كل واحد حسب فرنه. بعد في عندي زيادة دجاج رح كمل بعد ما خلصوا. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، رح حط لكم أنا تحت البوست عندي كمان different options، يعني إذا ما بدنا نلتهم بكورن فليكس ببريد كرامز، شو فينا نزيد، شو فينا ننقص، وكل واحد حسب ذوقه. Have a good day. شو مامي؟ Is it yummy؟ Yeah؟ Is it crunchy؟ كريم what do you think؟ Do you like your nuggets؟ ملوكي طيبين؟ صحتين يا قلبي. Is it hot؟ ايه بعدهم طالعين من الفرن لانه ها مش هات مش هات. alright يلا صحتين.